السفيره نهى خضر سفيره مصر في السنغال. اهلا بك يا فندم، مطمنين على بعثه نادي الزمالك. اهلا وسهلا كابتن مهيب. البعثه الحمد لله تمام، احوالها كويسه واخبارهم كويسه. عملوا التدريب بتاعهم النهارده وكان مشي بكل سلاسه الحمد لله، ومستعدين لمباراتهم بكره ان شاء الله، وربنا يكتب لهم النجاح والتوفيق. المباراه يا فندم مذاعه تلفزيونيا ولا لا؟ والله هو كان في يعني مداولات في الموضوع ده، واعتقد انه في قناه اعلنت ان هي هتذيع المباراه مؤخرا، يعني لان كانوا في بيقولوا ما فيش اذاعه خارجيه وما فيش يعني كان في حاجات تقنيه في السنغال، هل ده توفر؟ يعني بص حضرتك، هو يعني عشان بس ابقى دقيقه في كلامي، أنا لغاية لما مشيت من هناك ما كانش فيه لسه اتفاق على إذاعة، يعني ما بين ما سبت الملعب التدريب ورجعت لقيت الخبر في الجرايد. إن شاء الله يعني هيتذاع إن شاء الله بإذن الله. طيب دي حاجة كويسة جدا. إن شاء الله بالظبط، يعني أنا أعتقد لأن هما كان فيه مناقشات ومداولات فنية وكان فيه مشكلة في البث. أعتقد إن هو تم التغلب عليها، يعني كان فيه الإجراءات كانت شغالة يعني. تمام. طب عايز حضرتك تقولي لي ملعب المباراه وكان في امطار النهارده والحضور الجماهيري، وهل الفرقه عندها جماهير كبيره جدا في السنغال؟ احنا عارفين ان هي بتبعد 100 كيلو عن دكار، يمكن انا رحت السنغال وعارفها كويس جدا، وبتبقى الاجواء صعبه بعض الشيء. هو الجو طبعا يعني الامطار كانت كثيفه جدا النهارده، يعني نتمنى ان هي بكره تكون احسن، بس يعني حتى يعني المسؤولين في الفريق طمنوني وقالوا لي ان بالنسبه لهم موضوع الامطار مش هتبقى مشكله جامده، بس يعني ان شاء الله ما يبقاش في امطار. الفريق اللي هيلعبه فريق السنغالي ده بطل الدوري بتاعه، فهو فريق ذو شعبيه كبيره، والمباراه يعني المشجعين السنغاليين مستنيينها بشده. وحتى النهارده يعني كان في مجموعه كبيره من المشجعين اللي كانوا عايزين يحضروا التدريبات، واضطرينا ان احنا نطلعهم علشان سريه التدريب طبعا كالمعتاده. فهي يعني مباراه ان شاء الله يكون عليها اقبال كبير، والجماهير السنغاليه بتشجع الكوره يعني وبتحب مصر في نفس الوقت، فبالنسبه لهم ده حدث مهم جدا يعني. طب الجماهير متفاعله مع نادي الزمالك، يعني شايفه مين اكتر واحد لافت النظر، بيتكلموا على الكوره في مصر ازاي؟ طبعا احنا عارفين ساديو ماني ومحمد صلاح، هل الحاجات دي اتقالت وانت موجوده؟ والله هي الحاجات دي بتتقال طول الوقت حضرتك، يعني لما بيبقى في ماتش مشارك بيبقى يعني التون اعلى شويه والتحليل زياده، والكلام على كابتن محمد صلاح والكلام على الابطال المصريين كلهم بيبقى زياده، بس هو ده حوار مستمر هنا لا ينتهي، لان النادي ده اللي هيلعبه الزمالك اللي طلع منه ساديو ماني، يعني النادي اللي هيلعبه الزمالك ده طلع منه ماني. اتفضلي. ما هو ده اكبر نادي، يعني هو ده من اكبر النوادي هنا، هو ده يعني من النوادي اللي ليها شعبيه كبيره جدا ونادي كبير. ويعني حضرتك بما انك جيت السنغال عارف حب الشعب السنغالي للرياضه وللكوره طبعا، يعني مش طبيعيين، ده حدث كبير جدا اللي هيحصل بكره يعني ان شاء الله. يعني بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، وبالتوفيق لحضرتك، وسعداء بيكي جدا جدا سفيرتنا طبعا في السنغال، وشكرا لمجهودك الكبير ودايما عند حسن الظن، وبالتوفيق ان شاء الله يا فندم. السفيره نهى خضر طبعا بنشكرها على الكلام دوت، وبالتوفيق ليها ان شاء الله، وعامله شغل عالي جدا جدا في السنغال.